الواقع الصحي اليوم في محافظة نينوى مدمر بسبب عمليات التحرير، ولا زال واقع الصحي في نينوى يعاني الكثير. سمعنا عن إحالة مستشفى ابن سينا بقيمة 226 مليار، هذا الرقم لإعمار مستشفى يعتبر رقم كبير. ما نتمناه على المؤسسات الرقابة إن كانت في بغداد ولا كانت في محافظة نينوى أن يكون لها رقابة على مثل هكذا إحالات، كون هذه الأرقام ربما تكون تشوبها صفقات الفساد أو النسب كما ذكر السيد المحافظ في إحدى اللقاءات. ما نتمناه هو صرف المبالغ المخصصة لمحافظة نينوى بمكانها الصحيح وإعادة المرافق الصحية في محافظة نينوى وإعادة مدينة الطب التي تحتوي على مجموعة من المستشفيات وتقدم خدمة للآلاف من سكان محافظة نينوى والمحافظات الأخرى. ما نتمناه من الجهات الرقابية ومنظمات المجتمع المدني مساندة الدور الرقابي والمجتمعي للدوائر الرقابية ومؤسسات الدولة في متابعة مثل هكذا إحالات ومثل هكذا مشاريع.